المباراة رقم 18 بالنسبة للسيد زوران ماميتش مع نادي النصر. ومحاولة كعب قدم كده حلوة من الفريد يسبق يلعبة حلوة للناحية اليسرى وعنده تحفظ في حاجات كتيرة جدا ودي الحاجة اللي مخليه النصر مسيطر على وسط الملعب حتى هذه اللحظة. الفريدي مع الكرة يا سلام كبيرهم الذي علمهم المهارة الفريدي يمرر